أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة الأحد في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل، وقام برفقة مسؤولين رفيعي المستوى بجولة في محطة توليد الطاقة. وقال مسؤول خلال مراسم الافتتاح إن هذا السد العظيم بناه الإثيوبيون لكنه ليس لهم فحسب، بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا الأفارقة. وفي عام 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تفوق 5000 ميجاوات، إلا أنه يثير توترات إقليمية خاصة مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي السيد ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، كما أرحب بضيفي من القاهرة دكتور عباس الشراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة. لو بدأت معك سيد ياسين أحمد، ما هي دلالة إطلاق هذا المشروع في وقت ما زال سد النهضة موضوع صراع مع مصر والسودان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا في البداية على الاستضافة، وكما أحيي السادة المشاهدين لقناة الحوار. حقيقة دلالات هذا المشروع، أول يوم حقيقة يعتبر يوم تاريخي في أثيوبيا، ونهنئ الشعب الأثيوبي وشعوب دول حوض النيل من المنبع إلى المصب بهذا الإنجاز العظيم، لأنه اليوم يعني بدأ الأثيوبيون يجنون يعني ثمار جهدهم، لأن هذا المشروع هو مشروع شعبي قومي بالدرجة الأولى، حيث ساهم كل أثيوبي في بناء يعني في دعم هذا السد، لأن هذا السد سيخرج الأثيوبيون من الظلام إلى النور، وسينهض بالدولة الأثيوبية اقتصاديا، وهي أيضا نهضة إقليمية. فاليوم إنتاج يعني الكهرباء من سد النهضة من التربين الأول، يعني أيضا هذه يعتبر حقيقة هي ليس فقط بشرة للأثيوبيين، إنما هي بشرة لكل شعوب. كيف سيد ياسين، كيف يعني إذا كانت الدول الأخرى وخاصة مصر والسودان تقول بأنه يعني هذا المشروع هو على حساب هذه الدول وسيكون كارثة، سيعود بالكارثة على هذه الدول، يعني أثيوبيا تقوم بنهضتها على حساب الدول الأخرى؟ لا بالعكس، يعني نحن دائما في المنطقة الأفريقية والعربية كنا دائما نفتقد إلى المشاريع الإقليمية التنموية. يعني هذا مشروع سد النهضة، الآن تخيل يا أستاذ الفاضل، يعني قبل بناء سد النهضة العالم العربي وخاصة مصر وكثير من الدول العربية لا تعرف الكثير عن أثيوبيا إلا شيء تاريخي، الهجرة الأولى في عهد الإسلام وهكذا. لكن الآن هذا سد النهضة لو تراه في الإعلام أصبح الآن هو مثل يعني جسور ثقافية يوحد الشعوب حول المصالح المشتركة. هذا السد هو يخدم مصالح الشعوب المشتركة في الإقليم. هذا السد سيغير الاتفاقيات الظالمة الجائرة الاستعمارية التي مصر كانت تهيمن عليها لأكثر من قرن، الآن أصبح الآن هناك توافق على التعاون الإقليمي لمياه النيل. إذن سيد ياسين، إذن أثيوبيا يعني تسير على سياسة فرض الأمر الواقع في هذا المشروع، وبالتالي ليذهب البقية يفعلوا ما يشاءون، نحن نسير بمشاريعنا. لا بالعكس، هذا ليس صحيح. يعني شوف الآن أثيوبيا أيضا كانت تعيش في حالة فقر وتهميش بسبب أن مصر هيمنت على مياه النيل لأكثر من قرن. الآن أصبحت هناك العدالة المائية، الآن سد النهضة الآن هو الآن يتكلم عن سد النهضة، هو لا يستهلك المياه، سد النهضة لن يحبس المياه، سد النهضة سيولد الطاقة الكهربائية من خلال تدفق المياه إلى دولتين المصب. لو كان سد النهضة يستهلك للزراعة، هذا ممكن كان يؤثر على
أشقائنا في مصر وفي السودان. أما الآن كل السدود في العالم، السدود الكهربائية لا تستهلك المياه، بينما هي تولد الطاقة الكهربائية، لابد أن تندفع تلك المياه إلى المصب، وإلا ستقرب أثيوبيا. فإذن المصالح المشتركة الآن، حان الوقت الآن لشعوب دول حوض النيل، هذه الشعوب اللي كانت مقيمة، حان الآن للدبلوماسية الشعبية القائمة في تعزيز المصالح الشعوب. ودولنا الآن وقادتنا الآن بدأوا يستجيبون لمصالح الشعوب، الشعوب التنموية، لدينا هناك مصالح مشتركة. الجسر هذا جسر يعني عفوا سد النهضة هو بمثابة جثور ثقافية يساهم على تعارف وترابط هذه الشعوب. لماذا إذن تعترض عليه كل من مصر والسودان سيد ياسين؟ نعم، أنا يعني خاصة السودان حقيقة هو المستفيد الأكبر. لماذا؟ نحن دائما يعني أصدقائي وزملاء عندما نناقش السودانيين يقولوا لي يعني سد النهضة هو سد سوداني بتمويل أثيوبي، لأنه السودان حرم من النهضة، حرم يعني حقيقة من النهضة التنموية عندما يعني مصر بنى السد العالي على حساب السودان. أما الآن سد النهضة هو الآن يدعم التنمية والزراعة في السودان. أما في مصر، مشكلة مصر وبعض القيادات يعني في القيادة المصرية لا يريدون أن يرون أثيوبيا تنهض تنمويا اقتصاديا، لأنه لو نهضت أثيوبيا هذا من نهضة السودان وأيضا من نهضة مصر، ولكن هناك في عملية إنه تخوف أن أثيوبيا ستكون مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الكهربائية في شرق أفريقيا. نعم. ومصر لديها 58 ألف ميجاوات من الكهرباء، وأكثر من 50%، أكثر من 30 ألف ميجاوات فائض لا تستطيع أن تصدره لدول الجوار. فنحن في أثيوبيا لدينا 60% من الشعب، 70 مليون من الشعب الأثيوبي يعيشون في الظلام، ومن حقنا أيضا أن نعيش في النور وأيضا الرفاهية كما أشقاؤنا في مصر ينعمون بالكهرباء من السد العالي، في حين إخواننا وأشقاؤنا في السودان محرومون من الكهرباء. ولكن السد النهضة سيمد الأشقاء في السودان بالكهرباء قريبا إن شاء الله. طيب، عاد إلينا ربما دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة. دكتور عباس، لماذا هناك صمت سوداني وأيضا مصري على ربما مصر وزارة الخارجية أصدرت بيانا في هذا الشأن، ولكن لماذا هناك تهاون مصري سوداني مع هذه الخطوة الأثيوبية المتقدمة؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك ولضيوفك، ومعذرة لأن لسه متواصل مع حضراتكم الآن فقط وما سمعتش الحوار، لكن أنا سمعت بعض الكلمات الأخيرة اللي بتقول إن مصر بتنعم بالكهرباء وأن غيرها لا ينعم. يعني هذا جهد المصريين وشغلهم، احنا عملنا السد العالي في الستينات وعملنا محطات في السنوات الأخيرة بالغاز الطبيعي تكلفت أكثر من 7 مليار دولار، ويمكن معظمهم قروض واحنا بنسددها الآن. فبالتالي في جهد مبذول كبير المصريين بيعملوه، وليس يعني لأي شيء آخر. نعم، ولكن للأمانة السيد ياسين كان يتحدث عن أنه هذا المشروع، مشروع سد النهضة، هو فيه خير لأثيوبيا وللسودان ولمصر، وهو لا يفهم لماذا هذا الاحتجاج أو هذا الرفض المصري والسوداني لهذا المشروع. ونحن مع إثيوبيا في مشروعات التنمية وفي الخير للجميع، ونحن لسنا عائق أبدا أمام أي مشروع تنموي بهذا الشكل. ولكن عندما يكون المشروع مبالغ في مواصفاته الهندسية، في التصميم الأمريكي كان هذا السد يخزن 11 مليار متر مكعب، لكن تم زيادته إلى 74 مليار، والسد بيوجد على ارتفاع أعلى من الخرطوم ب 350 متر، ومعاملات والمواصفات الهندسية هناك شكوك فيها، وفي لجنة دولية كتبت تقرير وقالت أن لابد من عمل دراسات مكثفة. ماذا لو حدث انهيار في سد النهضة؟ ماذا لو حدث مشكلة في السد؟ 74 مليار قد تسبب فناء للشعب السوداني وقد تسبب الضرر للسد العالي. فنحن مع المشروعات طالما أنها لا تضر بالآخرين، لكن تعمل مشروع على الحدود
الإثيوبية السودانية لو حدث انهيار لسد النهضة لن يضار إثيوبي واحد، لأن جميع الإثيوبيين عايشين في مناطق مرتفعة بعيدا عن سد النهضة. لكن بعد السد مباشرة بيوجد 20 مليون سوداني يعيشون على النيل الأزرق، وبعد منه في الخرطوم ثم إلى مصر. فلابد من يعني عمل مشروعات تنموية مطابقة للمواصفات الهندسية ولا تضر الآخرين. نحن الآن نبني سد في تنزانيا لإخواننا في تنزانيا، وبنينا سد في على بحيرة فيكتوريا لأوغندا في الخمسينات، ومشاركين في مشروعات تنمية في بعض الدول الأخرى. فبالتالي مصر ليست ضد التنمية وليس ضد سد النهضة، ولكن إحنا ضد المواصفات المبالغ فيها التي تسبب أضرارا على كل من مصر والسودان. سيد ياسين أحمد، باختصار لو سمحت بأقل من دقيقة، لماذا إثيوبيا تقوم ببناء سد بهذه المواصفات الغير سليمة والغير مدروسة بشكل جيد؟ بالعكس، يعني هذا غير صحيح. الآن بالمناسبة يعني سد النهضة يبنى على أعلى معايير الجودة ومن قبل أكبر الشركات في العالم خبرة، شركة سالين الإيطالية. وإذا كان السد العالي قبل 60 سنة بني بالخبرة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا، الآن سد النهضة لا تبنيه شركة واحدة، إنما هناك شركات إيطالية صينية أوروبية وأمريكية تساهم في بناء. بالمناسبة هذا السد يبنى على أعلى درجات من الجودة والأمان والسلام، وحتى الأشقاء في السودان كان لديهم ملاحظات في بداية قبل بناء السد. أثيوبيا لضمان سلامة السد استعانت بالخبراء السودانيين، لأن السودانيين بالمناسبة هم أكثر خبراء في بناء السدود من مصر الشقيقة. فبالتالي مصر استجابة للأمانة السد واستجابة للنهضة الإقليمية كلفت من ميزانيتها $1 مليار، أعادت يعني بناء الخطة، المرسومات، التصميمات حتى يتواءم مع المطالب والشروط السودانية. فإذا هذا السد المشكلة في بعض الأخوة والنخب المصرية دائما، الآن تجاوزنا كل، الآن السد بني الآن 82%، الآن 2023 ينتهي من بناء السد. فهذه الهواجس الأمنية مرة بالانهيار ومرة بأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين، هذه كلها جزء من الدراما المصرية وكلها باءت بالفشل. طيب دكتور عباس، هل بات أحداث أي تغيير في قضية سد النهضة مستحيلا بعد هذه الخطوة الإثيوبية؟ ما الذي يمكن أن تفعله مصر أمام هذه الخطوة؟ طيب أنا عايز بس أذكر الأخ ياسين إن لماذا انهار مشروع جيبة 2 3 مرات، منهم آخر مرة بعد الافتتاح ب10 أيام فقط، واللي كان عامل هذا المشروع هي نفس الشركة الإيطالية اللي بتبني سد النهضة حاليا. ليس عيبا في الشركة، ولكن هناك ظروف طبيعية قاسية جدا في إثيوبيا من وجود فوالق وتشققات وانحدارات كبيرة وفيضانات، كل أشياء خارج حدود البشر. وبالتالي هنا الخطر لما عندما يحدث فيضان والبحيرة مملوءة هيبقى فيه كوارث. هل الأخ ياسين يتذكر سد تكيزي اللي حصل في انهيار جزئي 2007 قبل الافتتاح بسنتين، ومات فيه 47 شخص منهم 3 من الشركة الصينية اللي كانت بتبني هذا السد؟ كل ذلك أيضا لأسباب طبيعية. ماذا لو حدث ذلك في سد النهضة؟ هتبقى كارثة كبيرة. إحنا أولا خطوة الافتتاح اليوم، الحقيقة أنا في شيء يعني يمكن يكون مفاجأة لحضراتكم، الافتتاح اليوم لم أرى فيه أي صورة تبرهن على أن التوربين قد اشتغل. جميع الصور لا تظهر المياه التي تخرج من التوربين. دائما عندما تشتغل التوربينات بيخرج منها دافورة كبيرة، هذه النافورة لا يوجد خارجة من التوربينات. ربما الافتتاح يعني لظروف ما كانش التوربين جاهز والموعد كان محدد، وبالتالي يعني على كل حال سننتظر ونرى. أشكرك جزيلا دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، كنت معي عبر سكايب. كما أشكر السيد ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، كان معي عبر سكايب.